حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الابتدار، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 لنطل عليكم بمجموعة من الأخبار والتقارير وأيضا أخبار عن الفعاليات التي تقام في كافة إمارات الدولة بشكل عام ومن إمارة الفجيرة على وجه الخصوص. إن شاء الله بنتناول وياكم مجموعة من المواضيع التي تهم طبعا الأسرة والمجتمع والفرد بشكل عام، وأيضا بيكونوا معنا إن شاء الله ضيوف نتناول أيضا معهم ونناقشهم في مواضيع عدة. مشاهدين الكرام، كشف التقرير السنوي لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن المؤسسة تعد ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، حيث وصلت مساعداتها إلى أكثر من 90 دولة حول العالم. وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، يقول إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من خلال مؤسسة خليفة الإنسانية يواصل نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تعزيز المسيرة واستمرار العطاء الإنساني. وقال بمناسبة إصدار مؤسسة خليفة الإنسانية تقريرها السنوي الذي يتضمن أهم الإنجازات والمشاريع التنموية والإغاثية التي نفذتها خلال عام 2018، وأضاف أن الإمارات نقشت اسمها بأحرف من نور ليس في التاريخ فحسب بل في قلوب البسطاء والمحتاجين والمرضى والمنكوبين الذين مدت إليهم يدها بالعون والمساعدة بمشاريعها التنموية والإغاثية التي تنفذها في العديد من دول العالم. وأشار إلى التزام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وكذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بسياسات إغاثية وإنمائية لدعم الشعوب المحتاجة من خلال الدعم الحكومي والرسمي والمؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة. وأضاف الزعابي أن هذه الإنجازات والمشاريع ما كانت لتتحقق لولا المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. ومن جهته قال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المؤسسة واصلت عطائها الإنساني للسنة 11 على التوالي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، حيث حققت خلال عام 2018 نقلة نوعية في عملها الإنساني والخيري والتنموي من خلال مشاريعها على المستويين المحلي والخارجي، ما جعلها طبعا تحتل مكانة متميزة على خارطة العمل الإنساني. وواصلت مؤسسة خليفة الإنسانية خلال العام الماضي 2018 تقديم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى نحو 90 دولة حول العالم، نفذت خلال الكثير من المبادرات والمشاريع تمثلت في إنجازات كبيرة ومتنوعة مثل برنامج إفطار الصائم الذي شمل 50 دولة وتنفيذ محطة كهرباء عدن بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى دعم الأسر الإماراتية المنتجة محليا من خلال إعداد وجبات رمضان محليا. أكيد طبعا دائما الإمارات متميزة في مد يد العون وفي مجال العمل الإنساني، وكما نعلم جميعا أن الإمارات حصلت على عدة جوائز في هذا الشأن. مشاهدين الكرام، معنا في هذه الحلقة أكيد مجموعة من المواضيع والأخبار، وطبعا سنطرح معكم إن شاء الله مع ضيوفنا عدة مواضيع منها منصة الشارقة للأفلام وفيلم مريم الإماراتي، أثر التسامح وارتباطه بعلم الطاقة وكيفية الحفاظ أيضا على الروابط الأسرية، وهذا الموضوع المهم الذي سنتناوله إن شاء الله خلال فقرات برنامجنا، وأيضا إطلاق فيلم دكتور بسبس علم إماراتي مصري. راح نتناول إن شاء الله الكثير من أيضا التقارير في خلال حلقتنا في هذه الليلة. والحين بنسير وياكم لأولى فقراتنا مع الزميلة ليالي مع الأخبار المنوعة. مساء الخير ليالي. مساء الأنوار لك علي ولكل المشاهدين. حيا إن شاء الله. شو عندنا أخبار اليوم؟ علي، تزامنا مع زيارة تاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى أرض الدولة، تقرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 فبراير هو يوم عطلة رسمية لكل العاملين علي في القطاع الخاص، ولكن ممن حصلوا على التصريح للمشاركة في الفعاليات التي ستقام بإذن الله تعالى
على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. أكيد اليوم العاصمة أبوظبي هي مركز للتسامح والتآلف وطبعا حوار الأديان والحضارات والثقافات. طبيعي علي، وهذه الزيارة التاريخية لها دلالات عميقة للناحية الدينية والإنسانية والاجتماعية أيضا، وهي زيارة تاريخية وهامة جدا. نعم، إذا بنعرف وياك طبعا باقي أخبارنا في برنامجنا إن شاء الله في هذه الفقرة بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية. 30 من يناير 2019، أرحب بكم مشاهدينا إلى هذه القراءة الإخبارية. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي شيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع دولة الكويت الشقيقة، حيث بحث سموه الشيخ ناصر صباح الأحمد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعاتهما في توسيعها إلى أفاق أرحب والتنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. من جهة أخرى، بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة باركا اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، مؤكدا سموه أنه ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسيات الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية. جاءت تأكيدات سموه في أعقاب الإعلان عن توصية كل من مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالموافقة على اندماج المؤسستين المصرفيتين ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال لتشكيل مجموعة أبوظبي التجاري ثالث أكبر مجموعة مصرفية في الدولة والخامسة خليجيا بأصول تبلغ 420 مليار درهم. إذن أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالموافقة على اندماج المؤسستين المصرفيتين على أن يخضع هذا الاندماج لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، ومن المتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال. وعليه فإن المجموعة المصرفية الجديدة سوف تحمل هوية بنك أبوظبي التجاري وتواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي عبر مجلس أبوظبي للاستثمار، وسوف يحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين، وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة. ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد حوالي 1 مليون عميل، وأن تبلغ حصته السوقية نسبة 15% من مجمل محفظة الأصول و 21% من مجمل قروض العملاء من الأفراد و 16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة أن الحفاظ على الطاقة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وينبغي علينا الاستثمار فيها باستخدام التكنولوجيا وطرق البناء الحديثة وإنشاء منظومة مستدامة ونظيفة تشكل ركيزة أساسية لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال حضور سمو إطلاق دائرة بلدية رأس الخيمة رسميا مشروع برنامج بارجيل لائحة شروط المباني الخضراء في إمارة رأس الخيمة. إلى محور مغاير، حيث انطلق اليوم حوار القمة العالمية للحكومات في دبي، وتم استعراض أجندة الدورة السابعة التي سوف تعقد خلال الفترة بين 10 و12 فبراير المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. واستعرض معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، استعرض 7 توجهات رئيسة
وهي مستقبل التجارة والتعاون الدولي والتغير المناخي والأعلام والاتصال الحكومي والصحة وجودة الحياة ومستقبل التعليم وسوق العمل والمهارات المستقبلية ومستقبل المجتمعات والسياسة ومستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على البشرية. ختام الجولة الإخبارية مشاهدينا، أتمنى لحضراتكم عطلة نهاية أسبوع هانئة. إليك علي. شكرا جزيلا ليالي على هذه الأخبار المنوعة، وأكيد مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في برنامجنا. وإلى موضوع آخر، حيث كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن تفاصيل النسخة 9 لمهرجان أضواء الشارقة لعام 2019 الذي سيقام في الفترة من طبعا 16 إلى 16 من فبراير لعام 2019 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ويستضيف المهرجان الذي يقام في هذا العام تحت شعار الثقافة والعائلة نخبة من الفنانين العالميين الذين سيقدمون عروضا متنوعة على مدى 11 يوما بمجمل 20 عرض ضوئي في مختلف أنحاء إمارة الشارقة. وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة. نتابع معا هذا التقرير. هيئة الإنماء التجاري والسياحي اليوم من خلال مؤتمر الصحفي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن النسخة 9 من مهرجان أضواء الشارقة لسنة 2019. هذا المهرجان يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ونحرص دائما كل سنة أن نقدم جوانب جديدة لجمهورنا ولزوارنا لإمارة الشارقة ولهذا المهرجان كذلك بالتحديد. طبعا هذا المهرجان سيكون في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في 3 مدن، مدينة كلباء، مدينة خرفكان، ومدينة دبل حصن، بالإضافة إلى مدينة الحمرية. سنستخدم لأول مرة إن شاء الله هذه السنة تقنية الليزر الحديثة، وهذه في الواجهات الداخلية من القصباء، وكذلك ستكون هناك بعض التحسينات نقدر نقول على المرافق والخدمات الموجودة بناء على الاستبيانات التي أجريناها في المواقع المختلفة في السنوات الماضية، وهذا كله إن شاء الله سيخدم جمهورنا وزوارنا ويتناسب كذلك هذا المهرجان مع جميع الفئات العمرية وجميع شرائح المجتمع. فندعو الجميع إن شاء الله المشاركة في مهرجان أضواء الشارقة من 6 ولغاية 16 من فبراير 2019، وللتعرف أكثر كذلك على كل المواقع وتفاصيلها والخدمات الموجودة فيها ندعو جمهورنا الكريم لزيارة موقعنا الإلكتروني slf.ae اللي هو شارجة لايت فيستيفال باختصار slf.ae للتعرف أكثر على كل التفاصيل. وكذلك هناك مسابقات ممكن للهواة والمحترفين التصوير والإعلاميين والصحفيين أن يشاركون في هذه المسابقات، ونتمنى أن الجميع يستمتع في هذه الأيام ويشاركنا هذا العمل الفني الضخم إن شاء الله الذي نطمح إن شاء الله أن نوفق في تقديمه لجمهورنا وزوارنا من جميع أنحاء دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم كذلك. مشاهدينا الكرام، تم إطلاق الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام بتنظيم من مؤسسة الشارقة للفنون التي طبعا عرضت فيها مجموعة من الأفلام، طبعا مجموعة أفلام كبيرة من الأفلام القصيرة العربية والعالمية، إضافة إلى إقامة ورش العمل وأيضا نقاشات حول كل ما يتعلق بالسينما والسينمائيين العرب. وأكيد بنعرف وياكم تفاصيل أكثر عن منصة الشارقة للأفلام مع المخرج السينمائي محمد الحمادي. حياك الله معنا سمحنا. حياك الله. حياك الله. سعيدين جدا وياك، وأكيد سعيدين بهذه المنصة الجميلة التي تجمع المبدعين. خبرنا شو هي طبعا شو شعورك بإطلاق هذه المنصة أنت كسينمائي؟ المهرجان دبي سينمائي كان هو نفسه منصة في نهاية السنة كنا نتجمع فيه.
حين الشارجة جت منصة جديدة إضافت للساحة السينمائية. فنجتمعنا مع كثير من الأشخاص السينمائيين وكتاب ومنتجين وممثلين موجودين، ما نعرف يعني شو الجديد عندهم. تعرفنا عليهم وعرفنا شو يعني كل شخص شو يعني يبغي يسوي، وايضا فرصه لي اني ممكن اتعاون معهم في مشاريع مستقبليه، فطاقه وايد ايجابيه كانت. نعم. والحلاوه ان في مخرجين من برا. جميل، وهذا يساعد ويساهم في تطور السينما الاماراتيه داخليا، يعني اكيد الخبرات الخارجيه هذه تضيف للسينما الاماراتيه. اهميه المنصات في دعم انتاج الافلام في الدوله اولا وايضا حتى خارجيا وعربيا. في نفس ما قلت أنا الطاقة اللي موجودة تحفزك أنه مثلا إذا شفت شغل شيء يعجبك مثلا واحد كتمثيل تفكر أن تشتغل معه في المستقبل، وواحد ككاتب ممكن تشتغل معه في الكتابة. في النهاية فريق يعمل مع بعض حتى يقدم منتج حتوتة. نعم. مش أنت اللي تسويها لكن الطاقم كله يتعاون ويسويها. وجود المنصة معناته في مجال انك تعمل فيلم نتاجه يكون عرضه في المنصه وينافس على جائزه من الجوائز، وايضا تشوف شغل غيرك، وهذا في النهايه صناعه، يعني قد ما انت تعطيها قد ما تحصل منها مردود. مثل ما انت قلت ايضا تجمع هؤلاء المبدعين يساهم في يعني ابراز المنتج بطريقه افضل وايضا حرفيه عاليه. نحب نكمل معك ان شاء الله حوارنا أكثر. نعم. لكن نطلع لهذا الفاصل إن شاء الله، بعدها راجعين. نعم. نستأذنكم ونستأذن أكيد المشاهدين، فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، طبعا مع ضيفنا الأستاذ محمد الحمادي مخرج سينمائي للحديث أكيد عن منصة الشارقة للأفلام. حياك الله مرة ثانية أخوي محمد، الله يحفظك. طبعا تحدثنا عن منصة الشارقة للأفلام ودورها وأهميتها للمخرجين وللسينمائيين والممثلين السينمائيين بشكل عام في دولة الإمارات. نبغى نعرف أكثر عنك أنت كشاب أيضا، بدايتك في هذا المجال، متى بدأت الرحلة؟ حلو، بدأت الرحلة في 2014. رحت لجامعة نيويورك للأفلام ودرست هناك صناعة أفلام. جميل. كانت إنتاج إخراج كتابة. بعدين رجعت وخط غمار الحملة السينمائية في عدد من الأعمال، والحمد لله كلها كانت تروح لمهرجانات وتروح طبعا بدايتها بمهرجانات بي سينمائي وتروح لأعمال ثانية، من أفلام خيال علمي، من أفلام دراما، من أفلام إلى آخره. بعدين دخلت للتلفزيون أيضا في برامج شوية لها الهمسة من السينما، ففي برامج بينزل في بعد شهر، هذا خذنا في مدة عشان خلصه، برنامج توعوي عن المخدرات اسمه أمن وسعادة، بينزل في قناة سما دبي، وهذا الجانب اللي في التلفزيون. لكن سينما يعني الدراسة هي 10% 90% مجرد بحث ذاتي واجتهاد ويعني مثابرة، هاي الطريقة الوحيدة اللي الواحد يخلص فيها. نعم. أي مشروع. جميل. يعني طبعا مؤخرا ما شاء الله قمت بإنتاج مجموعة من الأفلام ومن أهمها فيلم مريم. إحنا أكيد بنشوفه معاكم مع المشاهدين، بنشوف هذا التريلر عن الفيلم إن شاء الله، ومن ثم لنا عودة مشاهدين نشوف معاكم هذا التقرير. كانت تبغى تعيش، هي ضحت عشان غيرها وصارت منسية. طبعا التريلر او يعني الاعلان عن الفيلم رمزي جدا، والواحد يتساءل كانت تبغى تعيش، شو تفاصيل هذا الفيلم اكثر؟ انا اخذت الفيلم هذا للامور الرمزيه اكثر. الفيلم اللي قبله كان خيال علمي، كان اكشن اكثر، يعني في اكشن ضرابه واشياء شغلات، هاي وايد فيها رمزيه لان في مريم مثلا ككاركتر عندها شغف في فن من الفنون،
في عائلة محافظة. فبعض الأحيان يكون شغل الشخص اللي هو مثلا في الحياة اليومية غير عن شغفه في الحياة. فتسأل السؤال هل هو ينتظر أنه يعيش ولا ينتظر أنه يموت، يعني على الحياة اللي ماشينها. وصوان تتكرر على مدى الأجيال، بس طريقة طرحها تختلف عن كل الأفلام اللي موجودة. وأنا حبيتها تكون مختلفة. جميل. في طريقة الطرح. الأفلام الأخرى اللي أيضا ما شاء الله أنتجتوها مؤخرا، هناك ما شاء الله عدة أفلام. مثل ما ذكرت هناك كان فيلم قبل خيال علمي، الزمن الباقي، صح؟ أي نعم. نتكلم عن هذه السلسلة التي قمت بإخراجها. زين، الزمن الباقي هو فيلم خيال علمي، يتكلم عن أيضا وحدة بعد غزو الفضائي تنحط في موقف مع شخص غريب، واثنينتهم تحت غريزة واحدة هي البقاء على قيد الحياة. ففي تحدي للأخلاق، وفي تحدي للمبادئ، وفي تحدي للإنسانية بشكل عام. هذا الفيلم عرضناه في مهرجان دبي السينمائي 2016، وحين رايح لمهرجانات عالمية. جميل. وفي فيلم روائي قادم إن شاء الله في السينمات في نهاية شهر 3، اسمه مسك. وبيكون في السينما إن شاء الله. هذا أيضا فيلم روائي يتكلم عن طفل ينظر لنهاية علاقة زوجية بين أبوه وأمه من منظرة الطفل، فأيضا فيها دراما يعني، وإن شاء الله يعجب الجمهور لأنه بإذن الله تعبنا عليه شوية. لا يعطيكم الصحة والعافية، وأكيد نفخر فيكم، نفخر بإنجازكم. يوم السينما الإماراتية طبعا في طور نمو كبير، ونشوف هناك دعم الحمد لله رب العالمين، ولكن بعض المخرجين السينمائيين وحتى الممثلين يرون أن هناك بعض التحديات والصعوبات التي قد تواجههم في صناعة يعني الأفلام السينمائية في الإمارات بشكل عام. صح. ما هي أهم التحديات هذه اللي واجهتك أنت كمخرج سينمائي؟ الصناعة تمشي بشكل سليم، في تصاعد جميل جدا، التجارب اللي قاعد نشوفها، لكن في غفلة صايرة للكتابة، بمعنى مشي صور سجادة حمراء سيلفي انتهى الموضوع، أمورك في السليم. لا، أرجع وراء النص، إذا ما كان أوكي أنت يستهين المشاهد. صحيح. نص البرنامج، نص الفيلم، نص أي شيء في الحياة، إذا ما مشيت عليه بخطة ما راح تمشي بشكل عشوائي. عشان كذي هذا الشيء الوحيد اللي يعني بحاجة إلى شغل من ربعنا كلهم، السيناريو. أنا سيناريو مال مريم خذ مني 6 شهور إلى 4 شهور عشان أخلصه، لأن بغيت يكون أوكي حتى مع الزمن الباقي. فهذا الجانب اللي واحد ممكن يعترض يقول ليش الحل. في مبادرة قاعد نسويها، مبادرتين من كتاب أعرفهم شاطرين في صناعة أفلام. مبادرة الأولى اسمها وفا وومن فيلم، برعاية مخرجتين ملاك منصورة وريحان الهاشمي، فقط للكتابة السينمائية والأمور السينمائية. جميل. المبادرة الثانية اللي هي مجتمع الكتابة تحت الكاتبة أمل دويلة، هذا المبادرتين مجتمع الكتابة وومن إن فيلم يحفزون على تتعمق في النص، تكتب في النص. أنا أشجع أي واحد يبغي يكتب مخرج روح تعلم الكتابة، لأن هذا الشيء اللي ناقصنا بصراحة. أنت تشوف الأفلام بس تقول صح، يعني نحن ما تنقصنا أدوات، ما صدق ما تنقصنا أدوات. اليوم نحن نشوف أجمل وأفضل الكاميرات والمعدات وحتى الأجهزة وحتى البرامج اللي يشتغلون عليها في المجال السينمائي جدا قوية ومن أفضلها في العالم، ولكن مثل ما ذكرت وهذه ليست فقط ملاحظتك بصراحة، ملاحظت أغلب الضيوف اللي تحدثنا وياهم في هذا الشأن، حتى في مجال المسرح، في مجال أيضا المسلسلات، وأيضا تكرر هذا الموضوع في مجال أيضا السماء. إذن هي مشكلة أو خلينا نقول تحدي موجود وواضح مع ما أشوفه تحدي والله. يعني بصراحة يعني من جد وجد، أنت بس اتعب في النص. صحيح. برجع لك، لأن في النهاية مش علم كيميائي. يعني إذا أنت عرفت القواعد للكتابة السينمائية، صدقني بتبدع فيها، في قواعد يعني الفورمات للقصير ولا الطويل. فإن شاء الله يعني يا للأفلام يعني للجروب اللي احنا قاعد نشتغل عليه، قاعد نركز على الكتابة وقاعد نشوف النتائج، لأن يجيني شخص من برا يقول الحين عرفت الثقافة الإماراتية أو حبيت الفيلم، هذا تحس فيها لما تقول يعني
تعب اللي سويته خلاص خليه يروح. صحيح. الفيلم يسمشي في المهرجانات العالمية بالضبط. والناس تعرفه يعني. نعم أكيد. وجود مثل هذه المنصات والمهرجانات وأيضا يعني تجمعات شبابية في لدعم السينما الإماراتية، ما هي النتائج التي لامستموها يعني تقدر تقول يعني وانتوا لما تجتمعون مع مثل هؤلاء الناس اللي جايين من برا وعندهم اكيد خبره ينقلون ثقافه وايضا نحن عندنا مبدعين في الداخل، وجود المنصات ما هي النتائج التي سنلامسها ان شاء الله قريبا؟ بما انك نحن نتكلم عن عام التسامح، نعم، افضل طريقه ترمز فيها في التسامح هي طبعا بما ان عندي شغف الموضوع هي يعني عن طريق سينما أو تلفزيون. صحيح. تدخل الرسالة بدون ما أنت ممكن تتكلم، ما تقول كلمة، تحط مشهد أن في واحد مسيحي ومسلم قاعد يأكلون، هاي بالنسبة للتسامح. فلما يجيني شخص من برا يشوف فيلم إماراتي يحس أنه في رابط. مريم كان الافتتاح في المنصة، جوني وديد من برا يعني من أمريكا من إنجلترا من سريلانكا، ابن عمي كان يعاني من نفس المشكلة أو أختي عندها نفس الشيء، مع أنه ثقافة ثانية بس في ضوء أبيض ما بينهم كلهم. صحيح. هذه يعني رسالة قوية. الإعلام والسينما رسالة قوية ومؤثرة جدا اللي هو الإعلامي كصناعة، يعني تدخل ملايين إذا عملت صح. نحن ما عندنا صناعة مبدئيا لأن ما عندنا كثير من الكتاب وكثير من المخرجين حتى تستوي الصناعة، بس في مبادرات وتتروح للمهرجانات العالمية، فهاي تكون بعد رسالة قوية. لكن في المستقبل راح تكون في صناعة 24 وغيرها من المنصات هذه، تأخذ بستار وورز، تأخذ أفلام عالمية لأبو ظبي، وفي بعد كذا فيلم تصور في دبي، هاي يعني هاي بروحها ستغذي الدولة اقتصاديا. نعم لا شك. طموحاتك أنت أيضا كمخرج وك مخرج سينمائي وأيضا مهتم بهذا المجال، ما هي الطموحات القادمة التي ترجو أن تكون إن شاء الله قريبة على أرض الواقع؟ واحد ما يقدر يقول شو اللي يبغي يسويه إليه ما يصير. بس إن شاء الله خلنا نقول المسك الفيلم الروائي اللي بينزل، نعم، متى بيكون صدى حلو؟ شهر 3 في السينمات الإمارات كلها تكون صدى حلو، وإن شاء الله إن شاء الله يروح إلى برا للسينمات العربية والسينمات الأجنبية. مريم إن شاء الله يدخل في خوض سباق المهرجانات بإذن الله، وإذا الله رات جائزة جت، إذا ما جت أنا بعد عمري ما اهتميت في الجائزة كثر ما حتى الرسالة. إذا الله راد بعد تقريبا أسبوعين راح أبدأ في كتابة شغلة ثانية في بالي في نص طويل. جميل. وفي مسلسل اللي هو أمن السعادة بينزل الأسبوع القادم، هو عن توعوي عن المخدرات وهذا في قناة سمد بي. جميل. فهذه اللي موجودة وكتابة. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونحن سعيدين جدا وفخورين فيك أستاذ محمد، وإن شاء الله نسمع أيضا نجاحات قادمة بإذن الله تعالى في هذا المجال وأيضا لك أنت خصيصا. آمين آمين، الله يسمع منك، وإذا صار أشياء بيكم مرة ثانية أكيد نحن نتشرف فيك الاستضافة هاي. الله يطول صراحة. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم. شكرا لك. شكرا. المخرج السينمائي الأستاذ محمد الحمادي، شكرا جزيلا لك على الحضور. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ونروح إلى موضوع طبعا وخبر تالي، حيث أطلقت طبعا أطلق مساء أمس عمل سينمائي مشترك أيضا يحمل عنوان فيلم دكتور بسبس بين فنانين إماراتيين وفنانين من جمهورية مصر العربية وأيضا نجوم من باقي الدول العربية. نتابع معا هذا التقرير. سعيد جدا بتواجدي في عمل كبير زي كذا، نجوم كبار، مجرد انا اشوف اسمائهم ترتسم البسمه على شفاهي زي عمرو عبد الجليل مثلا او بيومي فؤاد او استاذ بلال، طبعا تجربه ثريه بالنسبه لي واكيد حتضيف للسي في تبعي. انا اشتغلت سينما قبل كذا لكن عمل مصري اماراتي انا بالنسبه لي هذه اول مره، وان شاء الله تكون بدايه خير على الجميع يا رب. وانا متفائل في العمل، هو عمل دمه خفيف، الكرو كله محترف، يعني فكره العمل اساسا ترسم الابتسام على الوجه. انا ما ادري عندكم فكره، انا ما راح اتكلم طبعا ما واحد الفكره، لكن اتمنى، وهو اول فيلم حيكون اكسبو في فتره اكسبو
فإن شاء الله احنا متفائلين فيه خير. اولا انا سعيد جدا ان انا طبعا في الامارات، والتعاون اللي هو حصل ده بين مصر والامارات دي اول حاجه طبعا، وحلاوتها كمان ان احنا نلتقي مع الفنانين بتوع الامارات مع الفنانين المصريين، فده يعني تبادل وتعاون حلو جدا. فاتمنى يا رب ان شاء الله ان الفيلم ان شاء الله يتصور في 3 باذن الله. بالنسبه لي فيلم دكتور بسبس هو فيلم مصري اماراتي مشترك، وبدايتي انا في السينما كابدا في هذا الفيلم، وهو عربي وبنتشر ان شاء الله الانتشار اللي نحن نبغيه في مصر، بحد ذاته يفتح لك ابواب ثانيه في مجال السينما. من بعد ما خلصت في اخر مسلسل لقلبي معي من بطوله الفنانه ميسه مغربي، ديما الجندي، روجينا من مصر، ابراهيم الزجالي من عمان، محمود بشهري من الكويت، فهو هذا الخط وهو هذا وقته اني انا امشي في طريقي للسينما، وان شاء الله الله يوفقنا. مجال التمثيل هو كان في البداية هواية قبل أني أنا أتخصص وأدرس الإعلام وأتخرج دكتوراه إعلام علاقات عامة، فيا وقتها سبحان الله بعد انتشاري في الإعلام أني أوصل للمجال السينما اللي أنا حبيت أني أدخله في الماضي. طبعا ده حاجة مهمة جدا أن يبقى في عمل كبير يضم كل أكبر نجوم موجودين في الوطن العربي، دي حاجة بتبقى جميلة، وخصوصا للمشاهد إن هو بيبقى حابب كل الناس اللي موجودين فيه، لو عنده حد بيحبه من مصر، حد بيحبه من الإمارات، حد بيحبه من السعودية، بتبقى حاجة حلوة جدا إن هو شايفهم كلهم مع بعض في فيلم واحد. مشاهدينا الحديث أكثر عنه طبعا هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ شريف المهدي المدير التنفيذي لشركة بلاتو لخدمات الإنتاج السينمائية، حياك الله معنا أستاذ الكريم. أهلا وسهلا أخوي الفاضل. الله يحفظك. نود أكيد أن نتعرف معاك ومع المشاهدين بنبذة مختصرة عن هذا الفيلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فيلم دكتور بسبس هو أول فيلم إماراتي مصري عربي إن شاء الله بيتم إنتاجه ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. تمام. قصته باختصار دكتور بسبس، دكتور حسن بسبس ده دكتور بيطري في السيرك القومي، دكتور فاشل جدا، كل ما بيعالج حيوان في السيرك القومي بيؤدي الى وفاته او ان هو يتعب وانه ما يقدرش يشتغل ويقوم بكفاءته في السيرك. الدكتور بيتوصل لمصل معين عن طريق الصدفه بان هو يقدر يحقنه للحيوانات عشان الحيوان عنده يكون يعني بصحه جيده. كعادة المصريين بياخد الدواء بيحطه في زجاجة مياه كويس، بيحط الدواء ده في الثلاجة، بينام بيصحى الفجر عطشان، بدل ما بيشرب إزازة مياه بيشرب المصل الدواء وبيكمل نومه. بيصحى الفجر باختصار بيسمع جميع الحيوانات اللي هو مربيه عنده في الشقة، إذا كانت القطة بتاعته الكلب بتاعه، بينزل الشارع بيلاقي نفسه بيسمع جميع الحيوانات إلى أن بيكتشفه أو بياخدوا رجل أعمال إماراتي علشان يعالج الأسد بتاعه أو النمر الأبيض بتاعه تحديدا. فلنا أن نتخيل إن إحنا بنشوف مثلا في شوارع دولة الإمارات العربية المتحدة، نشوف البطل بتاعنا الإماراتي البطل المصري ماشيين مثلا في البوليفارد أو ماشيين في شارع الشيخ زايد، ما بينهم أسد أبيض وبيتكلم، والأسد عايز يتعالج ليه؟ علشان عنده اكتئاب. جميل. عايز بس هي الفكرة كده باختصار. نعم. نبغى نتحدث وياك يعني الرسالة التي تودون إيصالها من خلال هذا الفيلم. طيب الرسالة العمل المشترك دايما ما بين أي دولتين هي السينما. لغة الفن هي الأساس ما بين جميع الدول، بتوحد شعوب. تمام. سواء سينما، فن، دراما، أوبرا، الفن دايما هي لغة الحياة ما بين كل الناس. تمام. احنا بنقدر بنعمل ده طبيعي، وبنبدع وبنخلق مناخ سينمائي عربي، خصوصا مع عام التسامح اللي احنا فيه ده. احنا بدأنا وعملنا انطلاق للمؤتمر الصحفي الاول لتحديد موعد تصوير الفيلم بإذن الله بيكون في شهر مارس، اواخر شهر مارس تحديدا يعني. نعم. بإذن الله. بإذن الله تعالى. مثل وجود هذه الافلام المشتركة استاذ شريف، يعني كيف تساهم في نمو المجال السينمائي المشترك؟ أخي الفاضل، طبيعي السينما دايما
يعني احنا مش عايزين نقتصر نحن نعمل سينما دايما سينما مصريه، سينما نعم. اماراتيه، سينما كويتيه، لا، ولكن هو جه الوقت ان لازم يكون في توعيد حتى في السينما. صحيح. لان ده في بنقرب جدا جدا ما بين كافه الثقافات والشعوب. نعم. تمام. وان نعمل مناخ سينمائي قوي ما بين دوله الامارات وما بين مصر، حتى علشان علاقتهم الطيبه القديمه والوطيده ما بيننا وما بين بعض. ولكن احنا بنأمل ان احنا نعرض فيلمنا ده باذن الله، واحنا بنسعى له نلحق بيه اكسبو 2020. باذن الله تعالى. ليه اكسبو 2020؟ لانه اقوى حدث عالمي نقدر نوصل فيه رسالتنا ان شاء الله في التاريخ ده باذن الله تعالى. نحن سعيدين جدا بهذه المداخله الاستاذ شريف المهدي، المدير التنفيذي لشركه بلاتو لخدمات الانتاج السينمائي. شكرا جزيلا لك. شكرا اخوي الفاضل. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. تعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية، لكن نود أن نسأل أنفسنا أكيد، هل التسامح أثر على أنفسنا بطريقة إيجابية وفاعلة؟ هل يمدنا بالطاقة ويشعرنا بالراحة؟ هذا أكيد ما سنتعرف عليه أكثر اليوم مع وسنؤكد عليه إن شاء الله مع الدكتورة نور نعمة خبيرة الطاقة الحيوية. حياك الله دكتورة. حياك الله، أهلا عليك. سعيدين جدا بوجودك. لكل المشاهدين. الله يطول فيك. أول شيء أكيد موضوع التسامح موضوع مهم جدا، وموضوع استقبال هذا العام أيضا بالتسامح، أهمية التسامح في هذا العام وكل الأعوام أيضا. مثل ما قلت هلا، التسامح هو معناته حب، معناته إرادة، معناته قوة. يعني نحن دائما بقولوا مثلا أنه المتسامح ممكن نحن نعطي عنه فكرة أنه هو إنسان ضعيف. نعم. بينما التسامح هو قوة. صحيح. يعني الشخص المتسامح معناته هو عنده قوة كتير كبيرة لحتى قدر يتسامح ولحتى قدر يتجاوز الأذية. فيعني موضوع التسامح هو لما يكون شخص متسامح معناته هو شخص ذو قلب طيب، ذو إرادة قوية، شخص قوي قدر يتجاوز الأذية. نحن لما نتجاوز الأذية، أي أذية، لأنه كلياتنا ممكن نتعرض لأذية بدرجات متفاوتة، بس يوم اللي نقدر نتجاوز نحن الأذية معناته نحن أشخاص أقوياء. مو معناها نحن هذا الشخص اللي نحن تجاوزنا أذيته أو سامحنا إنه هو خلص هرب من عقوبة رب العالمين. عقوبة رب العالمين هي رح تبقى موجودة ورح تبقى ملاحقته ليوم القيامة. بس نحن لما منسامح منكون نحن ريحنا نفسنا، أنفسنا. صحيح. منكون نحن صرنا بتسامح داخلي مع نفسنا وصرنا باتزان مع نفسنا. نعم. يعني يوم اللي نحن منكون متوازنين مع أنفسنا وسليمين من داخلنا، فهذا الشيء هو لإلنا. يعني يوم اللي نحن منسامح بيكون هذا الشيء هدفه إلنا، ولحتى نحن نروح التناقض الموجود بشخصيتنا ونروح التناقض الموجود بعقلنا قبل ما نحن نغير الأشخاص اللي حوالينا. نعم. يعني نحن هدفنا بالتسامح ليس تغيير الأشخاص. نعم. ولكن نحن تغيير أنفسنا. جميل جدا. أهمية التسامح أيضا وارتباط التسامح بعلم الطاقة، الطاقة التي تسري في الإنسان، هذه الأشياء أكيد الحسد يؤثر عليه وكل شيء يؤثر عليه، التسامح ماذا يفعل بطاقة الفرد نفسه؟ هلا نحن كأشخاص عنا هالة، نحن هاي الهالة اللي حوالينا كل ما كانت هالة نظيفة وكل ما كانت هالة سليمة، كل ما كان نحن فيها جذب للأشياء والأهداف اللي منريدها بحياتنا وجذب للسعادة. نعم. وكل ما كانت هذه الطاقة ملوثة كل ما كان جذب الأشياء وجذب الأهداف والنجاح صعب. فلذلك نحن كيف بتكون هالة نظيفة؟ يوم اللي نحن في جواتنا ضغينة أو بغض أو حقد أو كره أو حب الانتقام، نحن الهالة بتتلوث. يوم اللي تتلوث الهالة بتعطيك تعب جسدي، تعب فكري، بتعطيك كآبة، بتعطيك عدم وصول للأهداف، بتعرقل عليك نجاحاتك. فلذلك نحن لحتى نكون طاقتنا وهالتنا نظيفة لازم نصفى أول شيء من الكره والحقد والبغضاء. لذلك نحن يوم اللي بنتسامح نحن بنكون عم ننظف هاي الهالة، وهي الهالة بتصير أوسع، بتصير هي مريحة للأشخاص اللي حوالينا، وكمان بتصير يعني سهلة وصول أهدافنا يعني إلنا. نعم. زراعة أو خلنا نقول الإنسان عبارة عن مجموعة من البذور، في التسامح، في البغض، وفي أيضا ما هو خير وما هو أيضا ما يتعلق بالشر. كيف يتم سقي بذور الخير وخلنا نقول تجاهل
بذور البغض والحقد والحسد وغيرها من هذه. هل هذا الشيء بيكون أول شيء أساسه التربية؟ صحيح. التربية السليمة هي التربية اللي هي المنزلية، أول شيء هي التربية السليمة من المنزل. صحيح. ثم من المدرسة، ثم من الأصدقاء والمجتمع وبيئة العمل وكله. فنحن لما بدنا نكون ببيئة سليمة لازم نكون نحن أول شيء سليمة من العائلة ونحن ماشيين، لكن لحتى تكون بيئة سليمة لازم تكون بيئة متسامحة. يعني نحن لحتى نكون بمجتمع سليم لازم يكون مجتمع متسامح. التسامح بيعطي ألفة للمجتمع، بيعطي ترابط لأبناء المجتمع، بيعطي محبة وحب للإنتاج. كل ما كان بأي مكان فيه بغضاء، فيه عدم تسامح، فيه مشاحنات، بيعطي عدم إنتاجية، بيعطي كره، بيعطي كآبة، وبنفس الوقت بتكون الأشخاص متباغضة وما في إيد واحدة. نعم. لحتى ينتجوا أو يعملوا إنتاج سليم. نعم. فلذلك نحن هذا الشيء بيكون أساس البذرة، هي الأساس البذرة السليمة المنزل والعائلة. صحيح. التعايش أكيد يأتي من أيضا التسامح. أنت كيف تتعايش إذا ما تسامحت مع الآخر؟ مفهوم التعايش، يمكن بعض الأشخاص يقول أنا بصراحة ودي أتعايش مع الشخص الفلاني، ولكن هذه الصفة اللي فيه ضايقني، فأنا ردة فعلي تكون وأنا مجبور أرد عليه بهذه الطريقة، وأنا مجبور أتضايق منه. كيف ممكن الإنسان يعني يتقبل آخر بأخطائه بسلبياته وأيضا إيجابياته ويسلم بالتعايش التام مع كل الأطياف؟ مثل ما قلت التعايش، أول شيء نحن أهم شيء لحتى نتعايش مع الحوالين، أول شيء نهذب أنفسنا. نحن نبدأ من نفسنا، يعني نبدأ نهذب نفسنا لحتى نحن نتقبل كل المجتمع. نعم. نحن أي شخص بيجي بحياتنا بدنا نعرف أنه رح نلاقي منه، في منه نلاقي منه الخير ومنه رح نلاقي منه الشر. يعني نحن الأشخاص اللي بتتواجد بحياتنا ممكن نلاقي منه خير وممكن نلاقي منه شر. صحيح. بس نحن بنعتبر أي شخص إجا بحياتنا كان خير ولا كان شر هو دروس. هو خير لنا، هو تربية، وحتى نحن ننمي بحالنا وننمي بمهاراتنا، حتى بتقبل الآخر هي تنمية مهارة. يعني نحن ننمي بمهارتنا يوم نتقبل الآخر. لحتى نقدر نتعايش مع الحوالينا بدنا نحن دايما نسلط الضوء على الأشياء الإيجابية بالأشخاص اللي حوالينا. نحن أي شخص حوالينا بتمتع بصفتين، فيه إيجابي وفيه سلبي. ممكن أحيانا تكون الصفات السلبية هي طاغية على الإيجابية. صحيح. أو الإيجابية طاغية على السلبية، بس لا يمكن لأي شخص يكون بالمجتمع موجود إلا فيه الصفتين. يعني حتى لو هي كانت طاغية على هي أو هي طاغية على هي، بس موجودة الصفتين. فنحن بنحاول نسلط الضوء على الأشياء الإيجابية ونتغاضى عن الأشياء السلبية لحتى نقدر نحن نتعايش مع حوالينا كلهم. لأنه نحن ما فينا نغير الأشخاص اللي حوالينا، بدنا نغير من نحن بنغير من أنفسنا لحتى نتقبل الآخرين. نعم. بس ما فينا نحن نغير الآخرين، فينا نأثر عليهم لحتى يكونوا أفضل، بس ما فينا نغيرهم. نعم. ما هي المبادرات التي يجب أن يقوم بها الفرد؟ اليوم الدولة قائمة بمبادرات ما شاء الله كثيرة ونشوفها يعني عامة لكل المجتمع، ولكن هناك أيضا دور فردي على كل، مثل ما ذكرتي أيضا خلال كلامك أن الشخص ينظر نفسه أولا ومن ثم المجتمع. ولكن خلنا نقول أن الحمد لله الدولة قائمة بمبادرات عظيمة صراحة فيما يخص المجتمع. الفرد ما هو دوره في هذا المجال؟ مثل ما قلت هي الدولة قامت بأنجد بمبادرات عظيمة بهذا المجتمع، فنحن لازم يكون دور لنا دور كمان. صحيح. بهذا المجتمع. صحيح. فنحن دورنا الجهود. تماما نحن دورنا يبدأ من نفسنا، نحن نبدأ نتسامح مع أنفسنا لحتى نحن نقدر نتسامح مع الأسرة، نتسامح مع العمل، نتسامح مع المجتمع لحتى نحن نبني يعني مجتمع سليم. فالدور بيبدأ من أنفسنا، فنحن بنبدأ من أنفسنا أول شيء نتسامح بأنفسنا. ونبدأ هذاك الوقت خطوة خطوة لحتى نتسامح مع كل حوالينا. ده نسوي مبادرات لحتى نجمع كل أطياف المجتمع. هاي المبادرة هلأ ضمن المبادرات اللي أنا عم بقوم فيها أنا ومجموعة من أصدقائي. عم نقوم بمبادرات هي المصالحة الفردية، المصالحة الأسرية. جميل. المصالحة الوظيفية، يعني كان ببيئة الوظيفة، مصالحة بين الموظفين أنفسهم. طبعاً. بين الموظفين وصاحب العمل. دائما لما في مشاحنة أو بيكون في عدم تفاهم إن كان مع الموظفين وكان موظفين يؤثر. مع صاحب العمل يؤثر في الإنتاجية ويؤثر في العمل. فلذلك لازم يكون أول شيء في تفاهم، في ود، في هاي المحبة لحتى نحن نزيد الإنتاجية والتفاعل يعني وتكون أسس سليمة.
رائع. فلذلك نحن هلا اول شيء عم نبحث عن انفسنا ومن ثم الاسره، حتى نحن بالاسره ما لازم يكون في مشاحنات بين الاخوه نفسهم، بين الاخوه بين الابناء وابائهم. فنحن بنحل كل هدول القصص ضمن مبادرات، هي مبادرات اجتماعات دوريه رح تضم كل الفئات. هاي الاجتماعات رح تكون بطريقه مختلفه، رح تكون بطريقه فني، يعني رح تكون فيها مسابقات، فيها افكار جديده لحتى نحن نكون اشياء جديده نجيبها للمجتمع والمجتمع يستفيد منها كمان. جميل جدا، رساله توجهينا لكل افراد المجتمع دكتوره نور؟ الرساله اللي بوجهها اهم شيء انه تصافوا، حبوا بعض، لانه بالحب وبالتسامح هو اكثر دواء للفرد اللي هو بيحتاجه الفرد. نعم، شكرا، نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء وشاكرين لك حضورك معنا. شكرا لك الدكتوره نور نعمه خبيره الطاقه الحيويه، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام، من المهم أن يدرك الآباء والأمهات أهمية الحفاظ على الارتباط الأسري والحرص على الآثار الوقائية للروابط الأسرية القوية، وأكيد راح نتناول هذا الموضوع إن شاء الله خلال هذا التقرير. لكن بنروح الحين لموضوع طبعا آخر قبل أن ندخل على هذا الموضوع رسميا، طبعا بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة رسميا برنامج بارجيل ولائحة شروط المباني الخضراء في إمارة رأس الخيمة. وأكيد تم خلال ورشة ضمت المختصين في مجالات الاستدامة وأيضا الاقتصاد الأخضر، وأيضا حضر الورشة مجموع عدد كبير من رؤساء الجهات الحكومية والمطورين وأيضا والاستثماريين وأيضا المقاولين. بنشوف وياكم إن شاء الله تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع خلال هذا التقرير التالي. بارجيل برنامج من ضمن 9 برامج تندرج تحت استراتيجية رأس الخيمة للطاقة والطاقة المتجددة. تم إعداد البرنامج هذا بعد الاطلاع على القوانين العالمية والمحلية المعمول فيها والتي تخص وتمس مباشرة مواصفات البناء الخضراء. الفائدة من هذا البرنامج هو خفض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 30% مع مراعاة عدم زيادة التكلفة في سعر البناء، أو إذا كانت هناك تكلفة تكون التكلفة لا تتعدى 5% من قيمة المشروع نفسه. طبعا خلال 2019 بيكون البرنامج اختياري، وبداية من 2020 بيكون البرنامج إلزامي لجميع المباني الجديدة القائمة في إمارة رأس الخيمة إن شاء الله. أهم الأجزاء اللي تم تنفيذ منها أو البرامج اللي تم تنفيذها هو عملية إعادة تأهيل المباني بما يتوافق مع متطلبات الطاقة. بدينا فيها نحن في 4 مباني خاصة في دائرة البلدية، وكذلك تم تعميمها على جميع المباني الخاصة بالحكومة، أساس يكون عندنا 3000 مبنى خلال الفترة القادمة إن شاء الله كلها توافق متطلبات الطاقة والطاقة المتجددة. احنا من سنه تقريبا وقعنا اتفاقيه بيننا وبين حكومه راس الخيمه المتمثله في بلديه راس الخيمه لانجاح مبادره المباني الخضراء في اماره راس الخيمه، وكان واحده من المساهمات اللي مدينه مصدر قدمتها للفعاليه هاي او للمبادره هاي ان احنا بنتم اختيار فيلا قائمه في اماره راس الخيمه وعملها بعض التعديلات بحيث انها تتوافق مع نظام الاستدامه المقترح في اماره راس الخيمه، وان شاء الله بعد ما ننتهي من عمل التعديلات اللازمه في الفيلا هاي سنقارن النتائج قبل التعديل وبعد التعديل وتقدير التكلفه الفعليه لهذه المباني بحيث ان يكون فيها عائد ومردود على صاحب المبنى ان شاء الله في المستقبل اذا حابين يغيرون بيوتهم بما يتطابق مع الانظمه الخضراء في راس الخيمه. طبعا البرنامج مطبق اليوم في ابو ظبي، في دبي، في راس الخيمه والامارات الاخرى ان شاء الله في الطريق الى تطبيق النظام هذا. هذا النظام نحن نعتبره نظام استثماري، يعني الشخص يوم يستثمر في بيته بحيث انه يوفر الفواتير الشهريه هذا استثمار ولها عائد. فنحن نبغي نغرس فكره الاستثمار في جميع الشرائح في دوله الامارات بحيث انهم يكون في عندهم عائد من الاستثمار هذا وليس استثمار بدون عائد.
مشاهدينا، طبعا تحدثنا سابقا عن أهمية الحفاظ على الترابط الأسري ودور الآباء والحرص أيضا على الآثار الوقائية للروابط الأسرية القوية للأطفال، وإضافة إلى تعزيز الانتماء داخل الأسرة، وهذا ما يوفر الدعم النفسي والإيجابي لهم. بنتحدث أكيد أكثر وتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة فاطمة العمري، موجهة أسرية في حضانة الجليلة بالفجيرة. حياك الله معنا. أهلا وسهلا فيك. سعيدين جدا بوجودك معنا. الله يبارك. وموضوع مهم لا شك، الحفاظ على الروابط الأسرية ما بين الأطفال والأم والأب، ما هي أهمية هذا الموضوع بشكل كبير؟ يعني طبعا الأسرة هي أهم لبنة في المجتمع، يعني إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. فيعني الموضوع الأسرة موضوع حساس ومهم جدا، لأن كل إشي بالمجتمع، كل إشي في برتكز على الأسرة. فيعني الطفل لما بنمو أو بيكون بأسرة يعني سوية، فهو يعني بنبت نبات حسن يعني. صحيح. فبكون سوي، عنده ثقة بنفسه، متوازن، مشاعره متوازنة. بنبعد عن يعني لو حكينا 90% من المشاكل اللي بتصير بالمجتمع اللي هي تنتج عن التفكك الأسري. يعني أغلب المشاكل اللي إحنا بنسمعها تنتج عن تفكك أسري. صح. وجود يعني الأم والأب والأطفال بيئة كويسة، يعني نبعد إن شاء الله عن كثير من المشاكل. نعم. طبعا الوقاية خير من العلاج عفوا، والوجود معرفة الأسباب وأسباب فقدان هذا الترابط الأسري مهم جدا لكي نقي أنفسنا ويقي الآباء والأمهات أبنائهم من هذا الخطر. ما هي الأسباب؟ الأسباب كثيرة. أول سبب هو الأب الحاضر الغائب. يعني الأب موجود، هو فعليا موجود ورب الأسرة موجود، لكن هو عنده مشاغل كثيرة، ممكن مشاغل بعمله، ممكن يكون مثلا صاحب تجارة، صاحب رجل أعمال مثلا، هو كل وقته خارج البيت، أو بوظائف مثلا يعني أكثر من وظيفة فهو بقضي يوم خارج البيت، أو بيكون الأب مش خارج البيت، هو داخل البيت لكن هو مشغول، مشغول مثلا بمتابعة مواقع التواصل، كل وقته يعني على مثلا على تلفزيون، مع أصدقاء، مع أصحاب، مع إشي، فهو موجود بالأسرة لكن هو غايب فعليا. برضو هذا الإشي كمان عند الأم، الأم موجودة لكن هي بالوقت نفسه غائبة. يعني هي مشغولة بعملها، مشغولة بمواقع التواصل، مشغولة مع صديقاتها. فهذا الإشي الأطفال مع مين بتهم يتحاوروا، مع مين بتهم يتحدثوا، مع مين بتهم يوضحوا مشاكلهم، مع مين بتهم يتواصلوا، حتى يصير عندهم يعني أقلها في البداية مخزون لغوي، بعدين كل ما تدرج الطفل بيكون بحاجة أكثر. برضو أنه بتركوهم للخدم كمان، هاي نقطة مهمة جدا، الخدم مسؤولين عن أعمال المنزل، مش مسؤولين عن تربية الأطفال. هاي نقطة مهمة جدا، الطفل بحاجة لرعاية ولحنية، بحاجة لأم ترعى أبسط الأمور. نعم. فالخادمة ما بتقوم بهذا الشيء. نعم. كمان أنه تبادل الأدوار، يعني الأم لما بتكون بوظيفة خارج البيت هي بتحس حالها أنها خلص هي صارت قائدة السفينة، هذا الإشي لا. الأم إلها دور أساسي، دور الرعاية، دور الأمومة، الحنان. فيعني هي تظلها بموقعها المناسب، ماشي هي تشتغل خارج البيت لكن لازم تظلها بموقعها الأساسي كربة بيت، كأم أطفال. كمان بصير عندنا كمان إنه الأوضاع الاقتصادية سواء ثراء أو فقر، فيعني الثراء هو كمان بيولد مشاكل زي ما الفقر بيولد مشاكل. صحيح. فالأهل ممكن يلتهوا عفوا بتجميع الأموال، بالصرف، يعني يطلعوا سفرات كثير، يتركوا الأبناء. كمان الفقر بيخلي إيش كمان فيه كبت، فيه متطلبات كثيرة، فهو الفقر والثراء سيان يعني بالنسبة لتفكك الأسر. الوسطية مهمة جدا، الوسطية مهمة جدا جدا. كمان مواقع التواصل اللي اجتاحتنا بطريقة مش طبيعية كثير جعلت الأسرة متفككة، يعني الأسرة فيها 5-6 أشخاص كل واحد على جهاز. صح. يعني مشغولين بالعالم الخارجي أكثر من مشغولين داخل الأسرة. هاي يعني أسباب كثيرة خلت الأسرة حتى وهم مع بعض بالبيت متفككين، مش عارفين عن بعض، يعني في تفكك كثير. فالأسرة يعني نعم. هي إن صلحت صلح المجتمع. صحيح. طيب هذه هي الأسباب التي قد تسبب في تفكك الروابط الأسرية، ما هي أهم ما يجعل الأسرة متماسكة مترابطة دائما؟ أهم إشي الوازع الديني، أهم إشي إنه يعني الأم والأب
ينشئوا الأطفال على نشأة يعني خلينا شوي نحكي دينية سليمة. يعني إحنا مسلمين نعلمهم من البداية بر الوالدين، صلة الأرحام، إن نعمل العبادات مع بعض كصلاة كصيام كصلة رحم كحتى صدقة. أهم إشي الوازع الديني، أهم إشي بتربية الأسرة تربية صحيحة. بعدين يعني إنه كمان الأسرة تكون مترابطة مناسباتها سواء سعيدة أو حزينة. يعني طفل مثلا أو حتى بسن المدرسة أو بسن الجامعة عنده مثلا فرحان بنتيجة نشاركه كلنا، مخفق بإشي نشاركه كلنا. الأسرة تشارك بعضها يعني بكل مناسباتها سواء سعيدة أو غير ذلك. البيئة الحسنة يعني الحوار اللين المبني على المودة الألفة العطف بين الوالدين والأطفال بيخلق جو يعني أو بيئة إيجابية لنمو الأطفال يعني لنمو الأولاد سواء كبار أو صغار. كمان نشارك يعني الأقارب، نعودهم إنه إحنا في أقارب، في صلة رحم، في أهل، في بر والدين. يعني إحنا ديننا كثير حث على بر الوالدين، على صلة القربة، صلة الرحم. فهي الأشياء يعني نقرب شوي، نبعد عن المؤثرات الخارجية، المؤثرات السلبية. يعني إن إحنا كمان نوظف مثلا مواقع التواصل بإشي مفيد. كمان أهم إشي كمان الأسرة يكون عندها يوم ترفيهي مع بعض مثلا، يشاركوا بعض، يفرغوا طاقاتهم السلبية، يطلعوا مع بعض. ما تكون مثلا كل فرد من أفراد المجتمع أو من أفراد الأسرة عفوا يعني له عالم لحاله، كلهم يكونوا مع بعض. يعني أقل ما فيها كمان إنه يشاركوا بعض في الوجبات الرئيسية. نعم. يعني تجتمع الأسرة مع بعض على مائدة الطعام، يعني يتجاذبوا الأحاديث. كمان إذا صارت في مشكلة يعني نشارك شورى مع بعض ليش صارت المشكلة، ما نجعلها إيش تتراكم تراكمات ما حد يدري عن الثاني. يعني نحل المشاكل أول بأول بجو من الألفة، بجو من التسامح، من المودة. طيب يعني هناك ما شاء الله بعض الأسر تقوم بأدوار حميدة ونشكرها أكيد ونتعلم منها، وهي التجمع الدائم، الاحتواء، الاهتمام. ولكن ربما يغيب عن بعض الأبناء الإدراك أو إدراك الانتماء لهذه الأسرة، إدراك أهمية الحضور مثلا على وجبة الغداء، أهمية الحضور مثلا في يوم من الأيام لتجمع مثلا الأخوة أو الأم والأب في بيت الجدة على سبيل المثال، أهمية إشعال هذا الإدراك لدى الطفل أو لدى الابن. ما هي الخطوات الأساسية التي يجب أن يتبعها الأبوان يعني إشعال هذا الإدراك في هذا الابن؟ هذا الإدراك لازم يكون منذ الصغر. يعني إحنا من لما نربى الطفل من هو صغير، الطفل ذكي وفاهم ومدرك إنه أنا بدي أحترم والدي، بدي أحترم بيت الجد، بدي أحترم العمام، بدي أحترم الأخوال، بدي أحترم الأخوة الأكبر مني. هذا الإشي يعني بتأسس مع الطفل من صغر. أما هو ما تستنى أنت تا يبلغ مثلا وتصير تحكي له إحنا بدنا نصر رحمنا، بدك تبر والديك، بدك تكون هيك. هذا الإشي من صغر بده ينزرع، هذا وازع ديني بده يكون عند الطفل من البداية. يزرعوه الأم والأب، هم المسؤولين عنه. إحنا ما نترك الطفل هيك مثلا يصير 15 سنة بعدين نصير نعلم فيه. صحيح. لا، هذا الإشي خطأ، هو لازم ينزرع الطفل من البداية. نعم. ما هي أهم خلينا نقول الأخطاء التي يقع فيها الأبوان في هذا العصر من ناحية التلقين أو التوجيه لهذا الطفل، والتي يعني واجهتيها أنت من خلال الاستشارات التي تقوم يعني يقوم بها مثلا الأمهات أو الآباء لك؟ هو زي ما حكيت لك يعني هي مواقع التواصل أثرت كثير على الأطفال. نعم. الألعاب هذه، الآيباد وغيرها، الألعاب كثير كثير يعني كثير أثرت على الأطفال، سببت عند الأطفال عنف وعناد وعدم تركيز. يعني كثير كثير احنا بنواجه هذا الاشي مع الاطفال، كثير بنواجه هذا الاشي مع الاطفال. بعدين يعني الام والاب لازم يكونوا حازمين من البدايه، مش واحد يشد وواحد يعني يرخي مع الطفل، لازم يكونوا حازمين من البدايه انه كل اشي له حده من الاول. صحيح. يعني علي بن ابي طالب كان يحكي ربوهم لزمانهم وليس لزماننا. نعم. فاحنا يعني صح نربيهم لزمانهم، هي بتحس انه الاطفال هسه بيعانوا، بجوز احنا كنا يعني الضغوطات علينا اخف، بالعكس هم بيعانوا اكثر منا، احنا دورنا معاهم لازم يكون مضاعف اكثر من هيك. صحيح. لانه الاطفال هسه بدهم جهد اكثر، هم اذكياء والعالم اللي حولهم كثير مسيطر عليهم، كثير مسيطر عليهم. يعني الطفل على الساعه بالساعات على البلاي ستيشن على الايباد، انا بعاني من هاي المشكله.
فإحنا لازم نحط حد لهذا الإشي، والأهل يعني لازم ما يخفلوا ما يخفلوا. صحيح. حتى لو عندهم شغل، حتى لو عندهم مشاغل، لازم الأسرة البيت هو يعني أساس كل شيء. أساس كل صحيح شيء. أكيد هذه رسالة لكافة أفراد المجتمع والأمهات والآباء على وجه الخصوص، أن يعتنوا بأبنائهم وأن يكونوا معهم، خاصة في مثل ما ذكرت في ظل هذا التطور السريع في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي سببت في بعض يعني الصعوبات التي قد تبعد الطفل عن أمه وأبيه. شكرا جزيلا لك الأستاذة فاطمة العمري، موجهة أسرية في حضانة الجليلة بالفجيرة. شكرا جزيلا لك على الحضور. شكرا، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي أنا علي بوور، وتقبلوا تحيات فريق البرنامج. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد في أمان الله ورعايته.